مساء الخير والنور والورد وكل شيء حلو في هالدنيا، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على الوتر. ضيف حلقة اليوم إنسان معجون بخفة الدم وسرعة البديهة والذكاء غير العادي، صفات لكم مشاهدينا أن تتخيلوها مجتمعة في إنسان واحد، هذا إلى جانب مهنيته العالية وقدرته على كسب احترام وثقة من حوله دون استئذان، الفنان والإعلامي عماد عبد الله في التقرير التالي من إعداد الزميل العزيز فادي سميرات. نتابعه ولنا أجمل عودة سمو. هو ممثل قبل كل شيء، ابتدأ مشواره الفني في التسعينات من القرن الماضي ليسطر بداية جميلة لموهبة أجمل. مكي بن كاظم الشامي. كاظم الشامي ما غيره اللي متضمن مزارعنا. اي نعم. ولك عين ترفعها في وجهي؟ انت بالله عليك ما تخاف على انك ما تعيش وكعيش هلك؟ انا قلت ولا لا ولا لي. الارض هذه مملوكة رسمي. كانت له العديد من الاعمال الفنية كمسلسل احلام رمادية ونيران واهل الدار ومسلسلات اذاعية كجزر الامادوس وما لعب الطير. حط السايق بيقول يا مينونة وعلي ما تقدر تسوق، يا ان فيه شيء فيه شيء وداش ذي الفريج مسايق. هذه الثقة اللي كنا نتكلم عنها. اتجه بعدها عماد ليكون مذيعا في تلفزيون البحرين ليقدم العديد من البرامج التي لامست احساس المشاهد والذي عرف عنه اسلوبه الساخر في طرح القضايا. يلا حبيبي يلا باي. دكتور اقول لك الالم مو بمسكنني مو بمسكنني. وين مساكنك، فوق ولا تحت؟ هذا اللي بلوه تحب العقاله الحين. ابراهيم البنكي. اي نعم صح. عماد عبد الله، هذا الاسم الذي إن سمعته ستتأكد من وجود ما يستحق الإصغاء له، فهو صوت تعود المستمعين عليه وعلى ما يقوم بطرحه من مواضيع وطنية ومجتمعية يهتم بها جل من يستمع لها. الفنان والإعلامي والزميل العزيز وأخوي العود عماد عبد الله، مساك ورد ونور عسل. مساء الورد، يا هلا ويا مرحبا، ومشكورين على هالتقرير اللي ان شاء الله استاهله. يعني تستاهل اكثر منا وشرفتني ونورتني. اليوم انت اول مره ضيف، ها؟ اول مره اي، يعني ضيف بسيط في مناسبات، ولكن كضيف رئيسي في حلقه شوي صعب. الحين حسيت فيهم الحين حبتهم بتطلع، ها؟ شرفتني ونورتني يا اخوي. الله يسلمك. وان شاء الله يا ربي، يعني انا متاكده ان الحلقه بتكون خارجه عن المألوف بوجودك بدنا. هذه شغلك انت وجودك انت، وشكرا اساسا انكم اخترتوني. بالعكس، واجب اقل من الواجب. انا شيء واحد خايفه منه، اي بدون شيء يقولون لي خففي يا روضه ضحك شوي، لا تضحكين وايد بعد مستضيفتك انت، فيعني يومي ابيض اليوم. نتوكل على الله طويل العمر. تفضلي. يلا زاد فضلك. الاسم الكريم عماد عبد الله عبد الرحمن بجليع، من مواليد المحرق سنه 1972. ليش يعني؟ عليه العمر كله. حاليا طبعا مقيم في الحب مدينة عيسى، ها؟ نعم. مدينة عيسى نقول ولا نقول العظماء؟ يا مدينة العظماء. نعم. مدينة عيسى. والنعم أكيد في أهلنا وحبايبنا في مدينة عيسى. إذا في معلومة واحدة حبيت أن أنت تضيفها على بطاقتك الشخصية، معلومة أتيح لك أن أنت تضيفها، شنو راح تكون؟ مشكلة الناس عارفة كل شيء، يعني ما عندي شيء أضيفه. بطاقتك الشخصية اللي هي البطاقة، البطاقة الذكية، إذا ايه في معلومة كان متاح لك إن هي تنضاف. والله وهكتيني. هاي من أولها. إيه وهكتيني. وايد أشياء يمكن إذا بضيف بضيف جريدة، وايد أشياء في بالي ممكن أضيفه في البطاقة الذكية. أكثر شيء. أكثر شيء عاشق لإذاعة يمكن. الله. يعني الله. وترى هو كمستمع حب... يعني نعم، مو كمذيع، كمستمع. كمستمع انت عاشق لها بس. نعم. هي بعد عاشقه لك، فاظن الحب ذلك متبادل. اظن انه من طرفين. سلبك. الروتين طال عمرك الناس تكرهه تهرب منه، لكن حضرتك محب بل مقدس للروتين. ها انت يعني بحث وراي. افع اوف عليك انت تقول لي تتابع البرنامج تعرف ايش جايك قبل شوي. على راسنا من فوق طال عمرك. يعني اللي حضرتك سويته من 15 سنة هو اللي ما زلت تسويه اليوم، هو أظن اللي بتسويه بكرة. أي. يعني مثلا تتريق أي بالضبط، ما في تتريق نفس الريوق. أي. تروح نفس الكوفي شوب. نفس اصبر علي. تروح نفس الجيم. غالبا تربي نفس القطاوة عند ريشة الإذاعة، ما في تغيير هذا ما بعد.
ما يقصر منهم واحد بعد. تسافر حق نفس الدول السياحية اللي احنا نعرفها. شو السالفة؟ هل انت من الاشخاص اللي تخاف من التغيير عماد؟ لا لا ما اخاف من التغيير. انا عندي مشكلة ترى. انا عندي اشكالية ان انا مكبل روحي بروحي. يعني انا مكبل روحي بروحي. نعم. يعني مثلا ارتاح في طريقة معينة، ارتاح في شيء معين، خلاص ما غيره. يعني اتضايق اذا تغير، واذا تغير يعني واذا تغير هذا الشيء اشوفه صار للاحسن او للافضل واستانس. بس شوفني فتره وارد على نفس المنوال. نعم. وانتقد في نفس الوقت، انتقد مو انتقد يعني اقول حق الناس او حق ربعي، اقصد مو حق الناس، يعني حق الناس المحيطه لي دائما اقول وش لك بالروتين، وش لك شنو غير. وانا اكثر واحد روتيني في الكره الارضيه. يعني يعني مثلا في احد الاصدقاء نعم يسأل عني، تعرفين الدنيا تلاهي، كل واحد عنده شغلة وكل أكيد. واحد عنده كذا. فيكلمني مثلا هالسنة مثلا سنتين انقطع، يحاكيني يقول لي أنا أدري أنت فين، أنت هني في هالمكان صح؟ معلوم. إيه معروف. يعني هو يقول لي أنت طلعت من هالمكان رحت هالمكان، يتصل في يوم الجمعة يقول لي أنت في الكوفي شوب، يعرف الموضوع بالضبط. زين أنت كذي يعني مصيود، يعني ما تقدر تشغل من أحد. أنا سهل أنصاد، أنا وايد سهل. زين تبي تشغل من أحد، تبي تشيل عليه، تبي تسوي روحك مجنون ما ترد على الناس. أنا أقول لك حتى في الطيارة إذا ما قلت في السيت اللي أنا أبيه أتضايق. حتى في الطيارة؟ حتى في الطيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا السيت اللي أنا أحبه ما كن قاعد فيه لا أضايق، أكون ما أدري متشائم. لا مرحلة حساسة طويل العمر. لا مرحلة مرضية. مرحلة الطفولة طال عمرك في حياة كل واحد فينا هي مرحلة من أكثر المراحل الحساسية. صح صح. حابة أعرض لك بعض الصور النادرة لك من طفولتك، عم بتقوم وين طلعتها روضة؟ نعرضهم حق كل الناس على مرأة ومسمع. عدانك الجميل. وبنتكلم عن أجمل ذكريات هذه المرحلة. تفضلوا. يا سلام الله عليك. ذمتك هاي ياهل انصرف عليه. طبعا ما نتكلم عن الشعر المسبسب، نتكلم عن الثاني. هذه اخوي محمد وياي دائما. نعم. هذه ولد عمتي الله يرحمها خالد. الله يرحمها يا رب. الله شوف البوز، بوز اعلامي. لا ما له حل. هذه يدي الله يرحمها. محل يدك الله يرحمها. نعم. اني مع الوالد. اي بوي. اي بوي والله. ايوه طلع الصور عبد الله سعيد. اي الله هي الوالد يكرمك بس ما ادري ليش. اي في شيء صاير هني. هني الاثنين علي راشد وعلي السيد الله يذكرهم بالخير. ايش رايك؟ الله. لا الشعر كان مسبسب هني. يا سلام. شفت البوز؟ هاي البوز رهيب. يدرس. هذه على ايام بدايه علي بحار الله يرحمه. اجمل ذكريات هالمرحله. مرحلة الطفولة. وأجمل ذكريات أكيد كانت، يعني أنا أحب السفر وايد، فكانت الذكريات الجميلة لما الوالد ودينا حق يدي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. في مصر أو إذا كان سافرنا أي دولة ثانية كانت هذه أحلى شيء، يعني أحلى ذكريات. بس في كم صورة هني صارقين ما أتذكرهم. متى شفت شلون؟ أي حز ما أتذكر. تمر عليهم؟ والله يا ريت، خصوصا هلا على الخيل ذي انا اول مره اشوفها. ما نعطيك اياهم. تامر امر طال عمرك. يقولون كنت شيطان في المدرسه، كنت حريف في الشرده. يقولون عندك ليونه في الشرده غير طبيعي. لا هذه الله يسلمك، انا كنت وايد زين لاعدادي. عقب ما دشيت الثانوي وتقولين ابليس ركبني. يعني في اتذكر مره من المرات مديرنا والله ناسي اسمه، اذا كان موجود الله يطول بعمره امين، في الثانويه مدينه عيسى، قال انا بسوي لكم سياسه الباب المفتوح. زين ليه بيدرس؟ يدرس اللي ما بيدرس كيفه، هو اللي مسؤول عن مستقبله. وبطل الباب. انا شفت الباب ما غراني، رحت شقحت من السور. لا يعني في عشق بيني وبين السور، فيني تمرد من 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 الصغر. لا بس يقولون لي فيه كان فيه حرفيه في الموضوع. اي اي يعني كان يعني كل ما يعلون السور نخترع طريقه، كل ما يعلون السور نخترع طريقه. في تحدي. اي في تحدي، لين قلنا اخر شيء يعني عقب ما طبعا سقطت في توجيهي. طبعا معلوم. اي يعني ما شاء الله علي رسبت 8 مواد. الله عليك. اي حتى الدين. يعني ما خليت. كنا نشجح واحد كان السور وايد عالي. زين. نشجح واحد قبل. يروح ياخذ سياره مدرس امبي يبوقها ايش لا
ويبهج الدوم السور عشان ننط عليه ما نتكسر ننط عليه بعدين يرجعها بعدين لا 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 يعني هاي الذكر مرة من المرات زين المدرس يقول شوف يشوف طبعات ريول على البانيت شوف شو القصة فاحنا كانت عندنا طريقة عشان نفتح الباب وندزها تحت السور الله عليكم لا لا تعليم لكن فنانين احنا مفروض نفصل على فكرة كله مونتاج المفروض لا حد يسوي كذي يا جماعة انزين خلونا نطوف المدرسة لازم نطوف المدرسة لا لا طوفوه لأن يعني كذي عيالكم وايد بطيح من عينهم لا لا زين انت ليش مدمع تبي تطفي لا لا انا دائما عندي الامور طيبة اي الامور طيبة اطلع اللي خاشة ولا اي طلع طلع فعلي زين بعد المدرسة حضرتك توجهت إلى مصر الشقيقة للدراسة ولكن ما استمريت هناك في الدراسة وتوجهت إلى الكويت الشقيقة تحديدا المعهد العالي للفنون المسرحية لدراسة التمثيل والإخراج وقت كان إنسان هل قد طويل العمر مرتبط بأهله والمحيطين فيه إنسان هل قد ناقم على التغيير ومحب للروتين إش كثر كانت صعبة عليه فكرة أنه يتغرب بهالعمر الصغير إش كثر الفن قدر يحرك فيك شيء يمكن كان صعب أنه يتحرك لولا لا هو يمكن اللي ساعد على ذي أنا توظفت في وظيفة قبل ما أروح للدراسة اللي كنت يعني بعد ما جيت من مصر نعم. توظفت في الجمارك فاللي هو الجمارك اللي هو قسم الضرائب فانصدمت من نفسي إنه مو أنا اللي أشتغل هذه الشغل طبعا احترامي الشديد لهذه الوظيفة نعم ولكن ما لقيت نفسك فيها إيه أنا ما أنا أحب مسرح أحب إخراج أحب أفلام أحب نعم. كذا ما أحب الالتزام يعني شوفي أنا روتيني بس في نفس الوقت ما أحب الالتزام يعني أنا روتيني في اللي أختار أنا نعم يعني أنا مختار هذا الجلاس الحين مع هذا الشاي بس تيجين تقولين لي بحط لك ذي الشاي أقول لك لا ما أبي لا حد يفرض علي شيء يعني أنا وهذه مشكلة عيب بس أنا أرفض هذا الشيء من داخلي ما أقدر أسيطر عليه نعم وظيفة الحكومية على كونتر وضرائب قتلتني يعني حسيت نفسي قاعد أموت مو ملائمة لشغفك ما أقدر ما أقدر يعني نعم. ما أقدر أنا الساعة 7 الصبح أطلع الساعة 2 بالضبط أو 2:15 طول الوقت قاعد أشوف ضرائب وأرقام وكذا ما أقدر أتحمل فجاءت الفرصة المنح للكويت أي نعم كانت أول شهور كانت جدا صعبة بحيث أنك كاسر شيء عون وانت صغير لكن حفاوة الاستقبال هناك والأصدقاء اللي تكونون في الكويت والتجربة الفنية الرائعة الثقافية والأدبية اللي تعرفنا عليها في الكويت وهي زاخرة وفيها زخم كبير جدا فحسيت انك قاعد تتعلم يعني انت قاعد تتعلم غير ان اذاعتهم غير ان مسرحهم تعرفنا على الناس يشتغلون مسرح برا مثل ما قلت لك ارد واكرر حفاوه الاستقبال يعني في ناس وايد ما نساهم هناك شلون يعني احتضنونا وهم اخوان مو اصدقاء هم اخوان هذه خفف من الموضوع يعني اول سنه كنت اتذكر اي اجازه يجي فيه البحرين اي اجازه ان شاء الله يوم نعم. آي البحرين بس شيء أتنفس شوي وكأنه مسجون وأرد مرة ثانية. بعدين قمت آي البحرين بس في نهاية الكورس. بعدين حتى نهاية الكورس ما بيأي. خلاص صار الروتين عكسي. حسيت إنه بلد واحد. أي صار هناك. نعم. الصعوبة صارت يومية هني بعدين. لا لا. أي يعني صار العكس. شلون؟ يعني هناك تكيف على حين شيء. خلاص تكيفت وكذا ويعني وكنت يعني وكنت يعني صاروا لي عيلة هناك يعني أحس عيلة فلذلك أنا شوي بعد يوميتين صارت عندي صعوبة. أوكي تمام زين عصافيري قالوا لي إن أنت مو عصافير هاي فتاتين. اصبر الحين إن أنت ماخذ عن نفسك فكرة مو تمام خصوص الحاض والنحس والأمور كل دولة تسافر لها تصير كارثة. لازم أدمرها إيه. مو بس أنا حتى أنا وأختي أختك برجع لها بعدين بس أتكلم يعني عنك نحط رجلنا في مكان لازم ندمره شوف أنا كنت أقول لا حرام كذي بس بعدين لما عرفت القصص قلت لا والله مو بحرام والله إن أنت صاج أول شيء بتكلم عن الدولة الأوروبية اللي عمرها ما شافت المطر لما عماد عبد الله زارها صار في إعصار البوسنة يقول لي قصة هاي منطقة فوق الجبل وإحنا رايحين لها شهر 9 أساسا صيف يعني
ويروحون لها يعني موسمها الحين عشان يروحون لها في الشتاء، ما يقدرون يروحون لها لأنها باردة، مو من المطار باردة. نعم. وتنسد الشوارع بالثلج وكذا، فما يصير يروحون لها، فمرتبين لنا مطعم هناك وكذا. أنا بس وصلت بالباص. عينك ما تشوف إلا النور. نفسهم السكان اللي هناك طلعوا في مسجد صغير، راح المذن يكبر الله أكبر، الله في شيء بيصير. أنا مو بعرف شو السالفة، أول مرة أشوف مطر كذي مو كذي. وهواء قوي وإعصار وكلنا شو القصة؟ ما تخافون أنا موجود. أنا موجود. فعليكم زي ما زهقكم خفس بعد. كنت أويك واصل من إيش كثر يعني؟ بس حطيت ريلي من الباص. بس عطيتهم السالفة. زين والقارب؟ أي قارب؟ صح أشرب تشاينا، أشرب تشاينا. أي قارب؟ أشرب تشاي. حين بقول لك القارب اللي تعطلت مكينته نص الماي والقروش تفتر دار مداركم. تي وين مطالع السوالف؟ تحين قول لي مالك وين مطالع. أشرب تشاي وقول إيش رأيك في تشاينا؟ والله عجيب. كنت أبي كوفي بس ما علي يعني. تي باك بشوف شو غير. زين جامل زين ضبطني زين. تي باك يعني وين الغير؟ وين الفرق؟ شيلوا يا جماعة. بغيت كوفي ما عندكم. ما عندنا كوفي شو نسوي؟ قص عليهم حطها ترى على مايك. ما عندك أحمد ربك أنا يبين لي ماي، ترى أنت يبين لك شاي. أنا عمره ما يبولي شاي. يلا ما علي النثريات. منتج القارب طال عمرك. هاي القارب شنذش عرفت شو ذي؟ هاي الله يسلمك. أنا وصديق الله يذكره بالخير، مو صديق هو أخو. نعم. ياسر شويدر الله يذكره بالخير. تحية. هذه أبرد شخص على الكرة الأرضية. وأنا العكس تماماً. إيه. هاي ثلاجة تمشي. ثلاجة مسامحة على أسرع يا أخوي. وكل اللي عنده يعني أنا أتوقع يعني حتى يعني لو يصير زلزال وكارثة عادي ياسر عادي شهست عادي طالع شيء عادي عنده. فكنا مضبطين على رحلة بنروحها في تايلاند، هالموضوع في كوسوموي بالتحديد. نعم. نطلع في قارب وبنروح إلى جزيرة ثانية في احتفال على البحر وما أدري شنو كذي. يعني هي بدايتها إثم. يعني تشوف بتموتش عليه. يسول خاتمة سينة. إيه يعني هذا البداية إثم. أنت أصلاً بعد تقولي تايلاند، أنت ما تسافر مكان ثاني، هذه الوهجة. لا لا شوي غير شوي. غيرنا بس نرجع مرة ثانية. بعد ترجع للأصل. إنزين. إنزين الله يسلمك هوا وقال لي لا نأخذ القارب الفي آي بي، قارب الفي آي بي اللي هو سبيد بوت يسمونه السريع. إنزين يشيل يمكن 12-16 واحد شيء كذي. وصلنا هوا موج. وظلام خرمس، هو فول مون يسمونه، ما ادري هاف مون بارتي كان ولا فول مون بارتي. زين يعرف المخرج ضحكت راشد مسكين شال عليه يعرفه. زين شو بعد يعرفه ولا ما منتج؟ سامي اكيد يعرفه تعرفه. سامي والنصر انا اخواني كلهم يعرفونه بس الا شوقي. شوقي ما يعرفه مسكين. شوقي معرس جديد ما يعرف السؤال. زين بيعرفه يقول لي منتج راشد. الحين انت وصلتوا للقارب. ايه. انزين هواء ومطر وهو صج فول مون بارتي بس القمر مو مبين في غيم. نعم. ياسر تعوذ من ابليس خلنا نرجع. قال لي لا لا كان الناس قاعدك عشان احنا بنطلع احسن من الناس. قلت له ياسر طالع انت الموج. قال لي لا راح سال اللي شو اسمه ناخذه. قال له شلون نقدر احنا الحين ندش البحر بهالطريقه؟ طبعا تايلاند كل شيء يقول لك اوكي. اي طبعا. اي يعني زلزال اوكي، عماره تطيح اوكي. لا يلا نركب نركب. سهل علي المونتاج شوي عماد الله يخليك. ركب يا بعد. الله يخليك صعبه علي. لا عادي هم كذي هو علي. شرب شاي شرب شاي. انزين وعقب؟ مشي الطراد. ليش الطراد؟ طبعا ما مشي عادي. مشي قام يصافق في البحر يصافق وانا من حظي الدمار قاعد يعني مسوي روحي جنتلمان مخلي حريم يروحون قدام فصار مكاني عند الماكينة ورا. يعني ريحة ما أدري شنو ذي الفيول كلها في خشمي. يصافق 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 ما سمع طقة طبعا خرمس ظلام. سمع طقة غريبة والطراد وقف. تفت كذي شو السالفة؟ أشوفهم يتسولفون مع بعض اللي. كباكم. إيش فيكم؟ ويمي ويروح. ياسر يضحك. تتشي ضحكك بنموت. تضحك لنا بنموت.
وين الشعور عند ياسر؟ لا لا يضحك يضحك. قلت له شو اللي يضحكك؟ قلت له بنموت. تتفهم؟ قلت له بنموت ترى ياسر. نعم. وقاعد يضحك. أعوذ بالله. شوي لا زادت السالفة، بدأ الوضع يتوتر عند الموجودين. أي. قام في حريم يصارخون وفي شيبة بعد، ففي شيبة طاح علينا. وي. اغماء وطراد طبعا، هاي في كل ذي طراد يروح فوق ويجي تحت وبرق ورعد والدنيا. انا هاي الطراد اوريدي في الوضع الطبيعي يبغى ما ايه الوضع الطبيعي بعد وذي وترني كله قاعد يمي هاي مال اللي سوق الطراد. فالمراد قلنا له ايش فيك؟ قال ما ادري شنو فصل، المهم المكان ضاربين ببعض ما نمشي. شنو ما نمشي؟ على كيفك. قال ما نمشي. قلت له وين الجزيرة؟ قال لا بعد ابيلها. زين نرجع؟ قال ما نقدر نرجع. زين شو الحل؟ والطراد طبعا في حركة عنيفة ذي كلها، نصارخ احنا وحركة عنيفة ومطار مو قاعد يوقف. ورفيجك يضحك. وهذا يضحك. فسكت شوي ياسر، فقال لنا خلكم يعني مشابصين في ذي اللايف جاكيت عدل. نعم. وحذروا انكم تطبون لان احنا منطقة قروش هني اللي احنا موجودة هني. يفترون دار مداركم. قام ياسر يضحك. في جوة شنو جوة؟ قلت له مر انت يعني ما اعرف. ايش ماك؟ طبعا ولعت زيادة انا يعني. يعني احنا بنموت وانت قاعد تضحك. فهي طرت ثاني، هما ما شاء الله عليهم وايد اذكياء. هي طرت ثاني على اساس انه المفروض ينقذنا. قام يلحم يم الطراد مالنا، وقام الطرادين يرقعون في بعض. بقوة طبعا، لو شلخ الطراد خلاص رحنا احنا. المهم قام ياسر لأنه بحار. نعم. فهنين ياسر ما تعرفين لا يا بارد يا سيدة على الحار. يعني ما عنده ذي اللي حرارة ما عنده. قلب آدمي ثاني مرة واحدة، راح حق ذاك اللي يسوق ما أدري صرخ عليه فهمش السالفة، أقنعه أن طراد الثاني ياخذ الحبل ويسحب ذي الطراد يوديه على اليال، يوديه على مكان صدت بحار صدت ذي وهناك تصلحون. نعم. اقتنع العبقري اللي كان يسوق الهذي ودنا. والمهم تمنا فترة، يعني الرحلة كانت مفروض تاخذ 50 دقيقة، اخذت 3 ساعات ونص. طلعتوا احياء اهم شيء. لا رحنا الجزيرة. انزين بعد في اكشن؟ اي يعني احنا رحنا الجزيرة. انت يعني شو تتوقعين المزاج الحين؟ يعني المزاج خلاص يعني ابي الفندق يعني. نعم. ابي ارجع. ياسر يبي يفتر. لا ياسر قاعد يضحك. قلت له شو يضحك؟ يقول لي تجربة حلوة. فبس يعني تمن شوي وقلنا بس ردونا ردونا وردنا بعد يعني ردنا وانا تحلطم وداخلي طبعا معجم من الشتايم على الاخ. اللي يسلمك لا تقول احير الله يخليك. ادري انت ما تعرف تجاوب روحك بس بليز. بس شوف ياسر اللي مو عاجبك هو اللي انقذكم. إيه لا لا إيه لا هو هو الله يحفظه ياسر يعني بعد يخوف يعني. ياسر هو بارد 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 بس اذا فصل على الموجة الثانية مشكلة. تمام يطلع منه شيء. إيه يطلع. تمام حلوين طال عمرك. خلينا نشوف الصورة على الشاشة. بقول لك الصورة قبل من. يا سلام. صور متعوب عليها، فوزات متعوب عليها. أي. إلى الموترسيكل أو الدراجة النارية في حياة عماد عبد الله. طبعا هاي الشغف بدأ معاك من صغيرتك من وانت صغير. ولكن قدر الله وتعرضت الحادث عرض حياتك للخطر، يمكن حتى لليوم ركبتك عز الله سامع ليحين متأثرة بهالموضوع، ولكن هالشغف تم في قلبك ما راح. أبي أقف شوية عند تفاصيل هالحادث والأثر النفسي اللي تركه في قلبك، خاصة أن أنت كنت محب لهاي الشيء وكان شغف عندك واضطريت أن أنت تتركه في فترة. فأبي أقف شوية عند هاي التفاصيل. والله أنا وقفت يعني مثل ما تفضلت، أنا وقفت بسبب الإصابة بس، أما ما ترك أثر ولا شيء ولا خوف حتى. أنا كنت أقصد الأثر النفسي من أن حضرتك مجبور تترك شغفك حق وقت معين. أي لا أنا كنت أي درجة نارية أشوف، يمكن الناس تقولها بالغ بس يمكن اللي عنده هواية وايد أحبها يمكن يحس في هذا الموضوع أكثر. أنا حتى درجة نارية في الشارع ما كنت أحب أشوف، يعني ما لما أشوف واحد ماشي مثلا درجة نارية تيني نوع من الغيرة القوية، وحاول أنا أشيل الفكرة من رأسي، حاول أشيل الفكرة من رأسي ولكن ما قدرت يعني. ما قدرت. فيها عشق مو طبيعي. في ناس يقولون تبالغ لكن
نفس اللي يجمع طوابع مثلا قديمه، يقول لك انت وين المتعه اللي فيه؟ ولكن بالنسبه له هو بالنسبه له شغف كبير، يعني الدنيا كلها لما تشوف عنده طابع في سنه كذا موجود عنده. انا الدراجه الناريه عشق لها مو بان انا استخدمها كثر ما متعتي نقتنيها. يعني مجرد ان هي تكون موجوده عندي هذه يعني راحه نفسيه مو طبيعيه. يعني انا لو كانت الامكانيات تسمح كان يمكن صفيت لي 10 20، ما عندي اي مشكله، بس انه اشوفها بعيني واقتنيها وتكون لها زمن معين او لها تاريخ معين او شيء من القبيل. اليوم كم واحده اقتنيت؟ انا عندي بس 2. لكن انا حابه اعرف اخوي عماد وين تكمن سعادتك؟ طبعا حضرتك مثل ما تفضلت من شوي في اقتنائها، ولكن في استخدامها تحديدا وين تكمن السعاده؟ وحضرتك يعني بين فتره والثانيه، هاي طبعا اثر نفسي الواحد منه ما يقدر يتحكم فيه، ولكن بين فتره والثانيه حتى وانت تستخدمها ما يخطر على بالك باي شكل من الاشكال ذاك الحادث، او انه مثلا تقول بتباعد لا يصير مثل اللي صار لا قدر الله قبل؟ بلى سعادتيني حاله يعني وانا امشي ساعتين شي نفضه اتذكر شغله من لان ذاك الحادث انا ما اتذكر شنو صار اصلا. ما يعني تذكر؟ يعني انا ما اتذكر شو اللي صار. يعني انا شفت عفسه بعدين ظلام بعدين اسعاف بعدين ظلام بعدين مستشفى، فما بعرف شو السالفه. شنو صادق عقبه؟ ركبتك؟ ركبتي اللي المفروض ان فيها براغي، يعني الحمد لله نيات على الحمد لله رب العالمين لله. لان انا اعترف كانت السرعه مهوله وعوقبت طبعا واستاهل ان انا اعاقب على ذي الموضوع. ويمكن اغلب اللي شافوا الحادث قالوا شلون طلعت منها؟ يعني الحمد لله رب العالمين، اللطف الحمد لله الحمد لله. بس ساعات تجيني يعني ساعات وانا امشي، بس الحين لا، هو لان نقلت، هو كان سبيد بايك، نقلت الى الكلاسيك بايك. كلاسيك بايك ما في ذي السرعه اللي هو ذي، ولكن في بعض الشوارع فيه تفصيله مشابهه فاتذكر شويه يمكن اهدي او يعني صرني توتر شويه. بسم الله عليك تذكر ما تنعاد يا رب. سلام. ذكر ما تنعاد طال عمرك. وينك؟ لك لي تبي غيره؟ ينعصر انواع ال شفت يمتاز، انا من كذي اختاره هو. كفو عليك. الله يسلمك. تفضل اخوي سامي. لا تطلع يا سلام الله. هاي وين يبتدي؟ خرب الله ابليس، خرب الله ابليس اللي اعطاك اياها. مو هو مسكين، انا اللي جايبته. انت رايح بيتنا من ورانا؟ شنو ذي؟ هذا الحب. هو مبين مسكينه انه هي شافت صلات وجولات، شافت بلاوي في حياتها. شنو ذي عماد؟ فرها عشان الساده المشاهدين يشوفونها. كم فيها ولا ها؟ ها طبعا يبين كم سافره راحت. كلها تايلاند. لا والله فيها يعني فيها. يعني احنا اذا كنا نتكلم عن الكوارث اللي تصير في السفرات هذه اساس البلاء، انا متاكده. الشنطه البرتقاليه. عزيز ليش برتقاليه؟ قولي لي ليش. انت قولي ليش. هاي نصيحة حق المشاهدين بعد، تذا تسافر خذ لك شنطة فلاش لون معين مميزة تكون من بعيد، من تطلع من السير عرفت شنطتك وين هي. أنا أكره هذيل اللي يقعدون على السير يقعد ينبش في الشنط، لأن كلهم سود، ينبش لا مو بهذه ويردها، ينبش هاي مو بذي، هذه أكيد مو بمالك. ما حد غير هاي أكيد مالك، لا تحط عينك عليها. ليش؟ أنه يشيلها ويحذفها. نعم. زين ويدور، وانت اساسا اذا شنطتك سودة تتوتر، طلعت شنطتي ما طلعت شنطتي، هذه لو السير كيلوين تطلع كاهية شنطة جاية امورك طيبة. باذلة مجهود هذه، هاي شيء يحترم والله، ارفع لها قبعة. اللي يابها هو اللي يردها، انا مش شايلها من هني. هذه انضاعت ما في سفر، انضاعت ما في تايلاند اني مور. لا والله في واحدة ثانية تربى في عزك. لا بس انا ادري ان هذه العزيزة. ايه مبين عليه انها عزيزة. لا وللحين ها؟ زين ليش استيكرات ما تشيلها؟ ليش؟ ما ادري، اخر سفرة وش اخليها؟ هاي اخر واحدة كانت باكر. زين تتربى في عزك، خلاص نخشها. يلا اخوي سامي الله يعطيك العافية، شيلها، قاعد يطالعها وهالدنيا. زين خلاص خلاص. سامي مثل ما جات تروح ها؟ ما له شغل مسكين. خلينا نشوف الحين الفيديو اللي على الشاشة طال عمرك، بعدين بسألك عنه. اوكي؟ تفضلي. سمع. عن موضوع ان الشباب رايحين ياخذون من برا. يعني طالع راح ياخذون من برا، اقصد زواج يعني ايش بياخذون يعني؟ راح يتزوجون من برا طالع. راح هاي الوع شقر ذي من خضر، وع
ما شو النفس؟ شو النفس تشفي عليهم؟ بعرف أنا رح مخلي واحدة عنها باكر تجيب لك ياهل عينها خضرة ما يزرقة ذي لا لا واي مو بشي عظيم لا تجننون تجننون هيا عليكم الله أفا أفا إيش فين نحن هين؟ شو الفيديو؟ ما في شيء غلط؟ ما بتحكي لأن وايد بتمنتجين لي خليك فلتر الحين الشجر والعينهم خضرة مو بعاجبينك عمر؟ لا هو واضح إنه بعاجبيني؟ هو واضح بس ولا العكس؟ هو واضح بس أنا هو حفاظا عليكم قلت هاللون أفا حفاظا على مشاعركم حياة العزوبية شو أخبارها زينة؟ لا 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 ما انصح احد يتم عزوب ما انصح ليش شنو الشيء اللي في حياه العزوبيه اللي تحس انه كان زين ما لا العزوبيه كلها غلط ترى يعني كان رب العالمين ما يعني ما حثك انك تتزوج كلها غلط فعلا بس اذا طبعا ما قدرت مثل ما يعني امرنا دين ان احنا نصوم اذا ما قدرت اذا ما كان عندك امكانيه تحفظك من الغلط استقرار النفسي هاي بروحه كفايه تأسيس إلى جيل جديد صحيح إحساس أن عندك ذرية يعني حتى لما كان ولدك بيطلع أينشتاين أخير في الأخير يعني ولا ولدك شو بيطلع يعني في الأخير زين لكن في ذرية في اسم ينشال لك في الأخير هذه جدا مهم في ناس أنا من أقعد قعدات كذي لا تحمل تزوجون هالمتزوجين تحمل تزوجون زين ليش تنصح بعدم الزواج أكنت تزوجت ويبت عيال وأسست ليش تنصح العزاب إنه متزوج طلق إذا تقول كذي كان أنت سويته كان أنت بديت فيه ذا هو إيه يعني كان أنت ليش تنصح بهالشيء يعني يمكن اختيارك مو صحيح يعني حتى صحيح. لو كنت تتكلم جد صحيح طبعا أخوي عماد حضرتك كان لك تجربة واحدة للزواج من قرابة 20 سنة يعني كانت من بعد ما تخرجت من المعهد بفترة قصيرة تزوجت وهاي الزيجة ما أثمرت عن أبناء ما استمرت أيضا لفترة طويلة من بعدها خلاص نسيت هالفكرة وراحت هالفكرة من بالك اليوم هل نقدر نعتبر أن هالتجربة كانت بمثابة نقطة تحول في حياتك؟ هي أكيد نقطة تحول 100% تجربة شخصية بكل إيجابياتها بكل سلبياتها لازم كان فيه إيجابيات كثيرة نعم تعلمت منها ومن بعدها لهيت تعرفت على نفسي من خلالها ولهيت في شغل ما شغل وخلاص دخلت في إن خلاص تعودت إن أنا أكون بروحي يعني تعودت إن أنا أكون حتى لو كنت أفكر أحاول أفكر من جديد بإعادة التجربة ولكن ما كانت تثمر بنجاح أسباب كثيرة شخصية وغيرنا يعني سنة عن سنة خلاص صار هاي أنت مع أن هاي ترى مو صح يعني ما أنصح أن أحد يكون بهالطريقة لأنها قلت لك ما أنصح أن تكون عزابي أصلاً إلى أن عمر معين وخلاص يعني تشوف نفسك إن هذه أنت يعني مو بقادر تتغير يعني ما تعرف تتغير بس هاي الأسباب يعني كنت تقول لي من شوية تحت الهواء إن أنت اكتشفت إن حضرتك يمكن صعب في إن أنت تعاشر شخص ثاني ضمن إطار حياة زوجية العكس صعب إن يعاشرونك إيه يعني أنا صعب إن أحد يتحملني يعني أنا زوجتي أو عفوا طليقتي الله يذكرها بالخير عانت وايد أنا صعب وايد يعني يمكن الناس تشوف عندي مو بصعب إنه يعني هذا هو الولد القوي مش لا 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 أطباع سيئة جدا مزاجي ما أحب أتقيد أنا القيد يقتلني يعني أختنق يعني كانت يعني كلمة أنت وين هذه ممكن تولعني بو هاي من أساسيات الزواج الباء الزواج ذي أنا الحنة ممكن أسوي جريمة لا 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 ما عجبتني أخوي لا 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 تقول لي الكلمة لا مستني ومست كل بنية قاعد طالعنا اليوم لا تقول لي والله أنت اللي نعتيهم أنا ما لي شغل لا 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 خلاص أنا مستعدة أغير السؤال حاليا عقب ما سمعت هالكلمة لا فهذه
ما في واحدة يعني طبيعي إن الواحدة تبي تسأل عن رأيها وين رايح ونيوك، هاي شيء طبيعي. طبيعي الواحدة مثلا تطحن على شغلة مبلى للشغلة نفسها، هي قاعدة تقيس شيء معين، درجة حبه معين في شيء في 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 مكان ما، تبي تقيس شيء معين، الله العالم هاي شيء بين اثنين يعني. نعم. لكن أنا ما أقدر أتحملها، يعني أجامل نعم مرة مرتين، بعدها يعني يطلع آدم مثال، ما أقدر أتحمل. فمن كذي قلت ليش أغرب البنات الناس يعني؟ ليش أذيهم؟ لأن أنا أذيت زوجتي الأولية، ليش أذي بعد واحدة ثانية؟ ليش يعني ليش أغرب لها؟ واثنين إن الحين مثلاً في العمر، قبل وإحنا شباب عندنا يعني عندنا مساحة من وساع السدر إنه نعم. ممكن أقعد أسولف وياك التلفون 3-4 ساعات ونطلع بعد الملشة طبعًا زين ونطلع كوفي شوب وأقعد أهذر على راسي الحين مالي بارض مسج. لا الحب يغير يا أخوي، أنا مو في مكان يعني أعطي نصايح بس إنه أحس إنه مع التعود ومع استمرارية الحياة الزوجية ترى أنتوا اثنينكم تتغيرون يعني. لا أنت يعني تتعود على أشياء وهي تتعود على أشياء. بقول لك هو يعني أنا قاعد أقول لك نتيجة ما أقول لك في نتيجة تجارب مشاريع بعد فشلت ما ختمت. نعم. ما لي بارض يعني ما لي بارض هذر ما لي بارض تلفون إذا رن من نفس الرقم مو بس مثلا لو كانت زوجتي رفيجي. نعم. لو رن التلفون نفس الاسم مرتين بلوك. لو يموت مشيله لو تحترق الدنيا عنده دم انا شفت التلفون خلاص لا تجبرني ان لا تشيله لا ما تجبرني على هالشيء فما في بنيه بتقبل بهذا الشيء يعني مره خلاص انا شفت المسكول اي مسكول ثاني بنفس الاسم هذه لو فيها شو اقول لك ما بينشال التلفون أوبا. لا ما إن شاء الله لا صلح الأمور واقبل على الزواج يعني الزواج شئنا ما بيننا مسؤولية نعم أنا مو بقد هالمسؤولية أنا مو قدها والدتك إذا شافت هالحلقة وايد بتزعل لا أمي زعلانة أوريدي أي طبعاً أمهات المصريين أنا عارفة أنا أمي نفس الشيء مع أخوي فاعل أي أوريدي مضايقة وما أدري شنو نعم لكن يعني قلت لها ما شاء الله إخواني تبارك الرحمن كلهم زي مزوجين عندهم عيال خلاص يعني ايش دعوانا يعني يعني حاسم القضيه اي لا مو حاسم بس 99% احنا بنشتغل على 1% تمام يا اخوي موضوع ثاني الحين حابه ان انتقل له واقف عنده شوي تمام هو موضوع حبك للحديد ورفع الاثقال وكذا يعني كثير من الناس يمكن ما يعرفون انت حتى لين تسافر مصر ان انت يوميا تروح الجيم ترفع اثقال وحديد قلبك يرتاح بعدين تباشر الحياه بشكل طبيعي الاكل طبعا موجود في الحفظ والصون عادي مثل ما هو بس الحديد بعد شيء من اساسيات الحياه شو السالفه نفس ما المخرج الحين اكثر مره قال لي لا تحرك هذه ازعجنا لا ستريس دائما ستريس دائما ستريس فيطلع في الـ في الـ في, الجيم. في الرياضه يعني دائما يعني دائما الصبح يعني من الصبح تنشن فما في شيء بردني الا هذا الشيء انا من يعني بستمد سؤالي من كلامك يا اخوي انا من قبل هالحلقه تواصلت مع عدد كبير تشرفت بالتواصل مع عدد كبير من اهلك ومن اصدقائك ومن محبيك قالوا لي الله يعطيك العافيه صراحه يعني شغل متعب والله متعب لا اتشرف بالعكس يا اخوي اقل من واجبك كلهم اجمعوا على انه أنت ما تفضفض، أنت بس تمتص غضب الآخرين. وراء هالابتسامة وهالضحك وهالشخصية الكوميدية دائماً في إنسان يأكل في نفسه في أعصابه من داخل بس ما يعبر. الجيم كفيل به. نجد معت عيونك. لا أنا كذي. هالشيء إيش كثر مرهق حق صاحبه؟ مثل ما قلت لك مثل ما أنت قلتي الجيم كفيل بهذا الشيء يعني كل الطاقة السلبية تطلع هناك. في الدفع حتى لو ما تضعف بس الألم اللي في الجسم هذه مريح يعني يريح مو بس أنا طبعا كل عشاق الرياضة اللي يحبون ذي الألم تلذذون فيه وفي نفس الوقت ترى كلهم يطلعون الاسترس من خلاله
تقصد ان الالم العضوي هذه يغطي على الالم النفسي وينسي اي ادري يعني بس اقصد يغطي على الالم النفسي او ينسيك اياه يعني تطلع من الجيم شوي مفارغ طاقه هدات يعني هدات معناه ما في شيء يخليك شاحن انا مشكلتي اتاثر وايد وايد اتاثر يعني ممكن التويتر خبر معين يقلب مزاجك اي يقلب مزاجي ويكون في شيء عام مو بالاشياء الخاصه يعني ما لي شغل انا فلان تزوجت ولا فلان يابت ياهل ولا الخرابيط اللي قاعد تصير في شبكه التواصل الاجتماعي الحين نعم. لكن مثلا على مستوى دولي على مستوى منطقه مستوى الديره وايد اشحن وايد ادفع كنا شيء لي يعني انا وانا ما لي علاقه يعني قلبك طلع رهيف يا اخوي يعني تقدرين صح لا ايه. انا في شيء بعد الحين بتكلم عنه بيروين ايش كثر ورا هالحديد وهالاطفال في قلب وايد رهيف والله انا رهيف في هالكمان الزين اللي قاعد اسمع الله يعطيك العافيه يا شريف اللي مسوي لي جو زين وانا يعني انا شفافه هني انا وياك بس الاذن هناك ورا الله يعطيك العافيه اشكرك اقوم امشي لا بالعكس بالعكس الله يحفظك طويل العمر ولا في فايده زين هن راشد الحين يعصب علينا مشكور اوكي راشد خلينا نشوف الصور على شاشه طال عمرك اوه الله مع انه اكره القطاوه كره انت عارف بس احترم مشاعرك قطوة على وجه الارض لا والله 16 سنه انتم مربينها في البيت وفاتحت سنه 2020 ان هي ماتت لا تيانا 2020 لا يتم ما شاء الله يعني داش بقوة لا تعليق ايه ومرابعنا اللي توفى اللي مدرسة ما شاء الله يعني سنة تيانا شكلها الحلقة الأخيرة والله العظيم ايه هالسيزن شكلها اليوم بعد يوم يقول لك مذنب بي ما شبه بقى بعد بس خلاص بعد لا تعليق بس بنتكلم عن ميو يا حين ايه حفظت السمة ترى صعب يحفظون السمة أفع عليك لا حفظت وايد أشياء أنا قبل الحلقة ميوي أنا عرفت أن أنت تأثرت عليها تأثر شديد فأنا أبي أتكلم عن هالجانب في شخصيتك مو عن هاي بحكي المشولة لي واحد هالكبر يتأثر على قطوة هاللي بيقولونه أنت تربي فيل تربي وحيد القام أسأل تربي ما أقدر ما هو الجانب بعد ردي يا ود أنت يا أخوي بالعدالة بس سلو موشن هغير لك طاوة اللي تربيهم في مكتبك وعلى مكتبك ما أقدر أدش أخاف ولا أمر يمه من الفوبيا اللي عندي بس عموما والله في واحدة تخوف كلهم يخافون أنا بالنسبة لي لو من بعيد شنو شنو تعال اي والله طالعني وشنو تحكي تقول هاي لكم فيها شيء ذي أكيد فيها شيء من اللي تحكي على أنا لا بس بطوف والله بطوف موضوع القطاوة تبي عندك تعليق؟ شو شخفته؟ اي عندي فوق تقول لي التحدي لا ميو يلا يذكرها الخير كانت مسويت لنا جو في البيت والله 16 سنة يعني هاي عمر الافتراضي اي من 2004 ل 2020 اي هاي العمر القطاوة للاسف يعني شلون شي تاثرت عليها الكثر؟ لا بعد انت ما شفتيني اسولف وياي بعد ضرب سوالف وكذا المشكله في القطاوة انه يسولفون ولا انت تطلع اللي داخلهم انا ما ادري لا والله عندي فيديوهات له اللي تشوفينه بتخافين صدق اي القطوه اللي تسولف يمك بس ما فيها شيء هي كذي اي ما فيها شيء عبالك انا اخاف منهم من الفاضي انزين القطوه اللي تسولف يمك تبك اي لون سودة كبير كبير تقعد تصنف عليه ناقشني بعد في الموضوع نغير موضوع القطاوة إلى عماد عبد الله محافظ الألقاب طبعا في حياة إخوانه وخواته حضرتك الأخ الكبير لأختين واثنين إخوان الله يخليكم حق بعض يا رب طول العمر ولا يغير عليكم اللي أنا عرفته منهم وخاصة من خواتك البنات أن حضرتك بمثابة الصديق مثابة العون والسند لهم دائما وأبدا أكثر من كونك أخ كبير ويقولون لي أن إحنا أول ما ندش في الطوف أول ما نسوي شيء ونحس الدنيا ضاجت فينا يهببوني يوني أيوة نروح أنا أسفة الله خليكم حق بعض يا رب نروح له لأنه هو أكبر سند وأقوى ظهر لنا أبي أتكلم شوي عن هالعلاقة يعني أنا خذيتهم من منظور تربوي أكثر من البداية بما أن أنا أكبر منهم في فارق وايد بيني وبينهم يعني في الأخير هما بنات والله خوش معلومة عماد إن هما بنات يعني والله أفدت المشاهد المهم ما تشوف قلت لك نعم ما رح شو أقول لك نعم أنا ما أحب ذي الحالة الأخو اللي يسيطر على خواته واللي يرفع صوته عليهم واللي
واللي يمثل عليهم دور المسيطر والمعاقب وكذا، ما تشوف لا سبب، صادقهم بكل بساطة. يعني هما في البنت دائما في خلقتها، تحب الشعور بالأمان، تحب الشعور ان هي، لذلك هي عندها اثنين في الدنيا، عندها نمبر ون هو رقم واحد بالتأكيد أبوها. فعلاقتها بأبوها القوية ذي لما تتزوج تحب ان تنقل نفس الإحساس لزوجها اللي هو شعورها بالأمان، وهذه في تكوين المرأة تحب هذا الشعور. في البنت في صغرها في مراهقتها إذا أنت ما أعطيت هذه الشعور بتهرب برا، بتدور الشعور ذي برا، لأن هي هو مكون كذي، هي كذي فطرتها. فمثلا يعني الوالد الله يحفظه أوكي مو مقصر، ولكن بعد عندها إخوان، خل ما تخاف. يعني ممكن في أشياء ما تروح تقولها حق أبوك طبعا، بس ليش تخاف منك؟ خل في أشياء تي تقول لك أنت كصديقها، تحل لها مشكلتها إذا عندها مشكلة أي في مكان ما، فأنت تحتويها بدل ما تكون الجلاد عليها ولا تنفرها من البيت ولا تخليها ممكن تغلط. يعني إذا في أخو في البيت قاسي لهالدرجة، ما أقول كلهم طبعا، ولكن ممكن يمهد الطريق للغلط. صحيح، إنه خليها تدور متنفس. كان الشيء ليش إن أنا يعني أنا ما امتلكته، هذه أختي فأنا واجبي إن أنا أحتويها. في كل أزواجها غلطت ما غلطت، في الأخير أختي لازم أقف وياها. جميل، زين أنا اليوم جايبت لك أمانة. الأمانة حبة تتيك لي مكانك وتقول لك أنت شنو تعني لها في حياتها. تمام، حياتك. مساء الورد، حياتك تضلي. تعالي تعالي تعالي، انت شنطة تردينها وياك حبيبة قلبي. مساء الورد، وين سولفنا؟ طبعا مشاهدينا معنا في الاستديو سيدة سارة عبد الله اخة الفنان والاخ العزيز عماد عبد الله. مساء الورد يا حبيبتي، نورتي الدنيا كلها. زعل عطها هاك شيء، مشاعر عواطف. الثوب صار لها ساعه كملت ساعه الا الحمرة على القطره. كنا نقول، كان يقول لي انا خواتي يخرون الدنيا وبعدين يجوني. هاي معروفه يعني، احنا انا واختي يعني لازم ندش في الطوف كم مره في السنه ونرجع حق امهم. نعم انا هاي شيء يعني قانون يعني. انا هاي الشيء اللي حابه اتوقف عنده اختي ساره. يعني طبعا مثل ما ذكرتي لي امس، احنا لو شنو نسوي؟ اخونا العود عماد هو اكبر سند واكبر ظهر، ويمكن انا صعب ان اختزل كل شيء قلتي لي اياه اليوم في كلمات، ولكن ابيك تقولين لنا اليوم اكثر موقف تستحضرينه في الاطار. اوكي، طبعا عماد مواقفه ما تنتهي معي. نعم. خاصه معي انا، لان انا اصغر واحده في البيت، فيمكن اكثر موقف اللي اتذكره يعني طبعا هم وايد. صار يمكن انا اشتغلت اول شغل في حياتي، كنت وايد صغيره بالعمر، يمكن كان عمري 19 20، في نفس الوقت كنت ادرس. فما تحملت ضغط شغل مع الدراسه، يعني كانوا وايد يضغطون علي في الشغل، فكنت اقصر وايد في الدراسه. لما قررت انه انا خلاص لازم اهدي الشغل، انا الاولى ان انا اكمل دراستي. نعم. فدشيت في حاله نفسيه صعبه، يعني ما كنت انام، ما كنت يعني خلاص، يعني متعوده انه انا طول يومي اشتغل اشتغل طول اشتغل يومك مسحوم، فمره واحده صار فراغ. كله تصيح فيدش ايش فيك، ما ادري شنو، ما له داعي، ما ذي، فتحسين انه هو مجرد اروح اصيح عنده. كنا اصيح عنده لما خلص يعني اموري شوي شوي، حصلت مثلا قال لي ما عليك شيء بصير اوكي، ما له تحاتين، حصلي شغل مثلا وقت اقل، هذا شيء ذي، فكان يمهد لي شوي شوي شوي. انت تتجاوزين هالشيء يعني، حتى يعني ساعات لنا هبب يعني بطريقه مو طبيعيه. خاطري اعرف شنو اللي مو طبيعي. تفضح روحي، انا مالي شغل. ما حد قلت لك خاطري، والله خاطري اسالك شنو اكثر شيء، بس يعني انا يعني صدق ادش في الطوف، يعني يجيبها لي من منظور ثاني، يعني مثلا خلاص صار يعني يعني انتهى، يعني انتهى بنات، لان لازم يعني لازم اصيح عيني تصير حمراء كل يوم عشان ارتاح نفسيا. يعني بيتنا معروفين يعني شوي سالفه نطلع مشاعرنا، لا
اي توني كنت اقول له من شوي نعم. يعني لو يعني انا موقف مثلا رحت والله قلت حق حبيبي عماد انا احبك لو يمكن هو يرى ان انا احبه واموت عليه بس ما اقول له في وجهه يعني دائما عندنا ذي التربيه العسكريه اللي في البيت اللي يعني لو ستالباي او مصطلب يعني اي بس يعني شانس حلو اليوم انه نطلع هاي الشيء حبيبة قلبي يعني. أنا وايد سعيدة بمعرفتك وأنا فعلاً أبي أشكرك ترى هي كان لها وايد دور عود في إعدادي لهالحلقة فأبي أشكرك وايد على مجهودك معاي تعبتك بس اللي أنت قلتيها الحين بصعب علي مهمة سؤالي الحين شنو أنا كنت حابة أقول لك شنو الشيء اللي حرصتي إن أنت تتواجدين عشان تقولينه حق أخوك العود عن لسانك ولسان خواتك وإخوانك أمام الملأ ولك كل المجال طبعاً أنت قلتي لي هاي السؤال أمس اليوم مش ذي قاعدة أفكر كذي وقرب شو أقول شو أخلي ولا شذي طبعًا هو عمود يدري إنه هو أساس البيت يعني مثل ما تقولين عمود اللي كلنا سند عليه. كلينك اسمه الحمام. ليش تقول انزين انا اسفه انا هات شيء جديد هذه اللي عندك العصر هذه هذه عطيه ساعه عصر انا اسفه انا اسفه خلاص يعني حتى سمعت صوته بس في الكنترول قاعده كذي قلت يا رب شكله موبي من الموضوع مو بينتهي على خير يعني لا خلاص انا اسفه ان شاء الله مختبر شيء فوي الله يخليكم حق بعض يا رب بخير وسنه طول العمر يا رب وهو ترى اخونا كلنا هنا يعني انت كلنا كلنا نحس له نفس الشعور طول ما هو موجود نحس بالامان ها تقولي لي تزوج لازم تتزوج كلها بنات عندي هي في الشغل يلا كلهم عيالي يلا شوفنا عيالك تفضلي اقول له موضوع الزواج وارد يقول لي 99% لا قلت له بيشتغل على 1% يعني هو يشوف يعني اللي نهببه يعني فيتعقد زوجي خلاص تعقد اي 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 حبيبي من يومي مع ريايلهم يوم الجمعة واشوفهم ويشوف الهواش ويشوف اخوي ويا زوجته وذي ما اشوف اقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين افا والله ان احنا يقول لا 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 انا يقول لنا ستونز وانا بروح ارقد خلكم انتوا باقيين ساره خلكم انتوا وانا بروح انام ما شاء الله وايد حلوين يسوي وايد حلوين حبيبة قلبي الله يخليكم حق بعض يا رب ولا يغير عليكم شرفتيني ونورتيني وفعلا وجودك كان اضافه في حلقه اليوم حبيبتي والله وانا اكثر وايد استانست وانا اسولف معاك امس واحنا ننبش على صورتي ما ضايته؟ لا تقولي لا تقولي لا تقولي بعدين بعدين لا تقولي لا تقولي ما ابي اعرف اسبيهم ان شاء الله بعدين يعني عندي مساعدات كانت عودة يعني حبيبتي ما قصرتي الف شكر لك والله فعليا شرفت بمعرفتك ممتنه لهالبرنامج اللي عرفني على ناس هالقد طيبه وهالقد خلوقه شكلي اوكي يعني عقب هالصياح لا انت اوكي تمام انت اوكي يعني قلبي شرفتيني ساره الف شكر لك على وجودك الف شكر لك شرفتيني مع السلامه حبيبه قلبي شرفتيني ونورتيني يا عمر يومك سعيد اوكي باي ان شاء الله مستانس طال عمرك لحد الحمد الحين. لله ممتاز ممتاز انا الزواج اكيد عيالنا موجودين لا الزواج شيء ثاني احنا نبي نفرح بكتاكيتك ان شاء الله جري كتاكيت جري يا عمري والوالده الجميله الله يخليهم لكم يا رب طول العمر والله ان شاء الله يوفقه في ان شاء الله في حياته العملية وحياتي الاجتماعية بعد إن شاء الله اجتماعية بعد هذا هو سيدة هز راسه يبا عرف شنو بيه كلام ألو حبيبي أمي أي حبيب قلبي يا روح زيك يا عمري شنو هالجمال يا شريف يعني هو خذ أمي ليش ترى مو بحبان في أمي حبان في مصر حبان في مصر لا تعليق يا سلام هذه هاي فيه هوشة هذه لازم ما يتحرك من البيت هذه فيه هوشة سارة أكبر تحية أما الحب حب وي علي اسمح لي أسألك عن أكسى موقف تعرضت له في هالإطار في الإذاعة أنت طبعاً نشط في تويتر وهالأمور وما تياود روحك ولكن أنا بتكلم عن سياق الإذاعة حالياً ما بيطلع منه إيه كانت في تجربة وايد قاسية بس ما أقدر أقولها إلا تقول لي شنو قلت قولي تبعاتها يعني ديرة
بلعت وسكت. أنا حاولة من تجلج. تفضل. هو مثل توقع المنتج. أنا آسفة.